أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يقول: هل هذه الآية تشير إلى شيء من صعود الإنسان إلى السماء الدنيا أو صعوده إلى القمر؟ هذا قول المحدثين العصريين لما رأوا من الصناعات والانبهار بها، ظنوا أنهم يصلون إلى السماء، أعجبوا بصناعتهم ومهارتهم، وظنوا أنهم قادرون على أن يصلوا إلى السماء، وهذا من الترويج على الناس، السماء رفيعة وبعيدة ولا يصلون إليها، ودون حرس ودونها ما هي السماء سهلة يصلون إليها. نعم.